عم تستشفي من طاقات سلبية يمكن من أدكشن معين ممكن يكون هذا الأدكشن هو حب هذا الشخص وعم بشوف الأمور بتمر على نجاح عم تستشفي فعلا من هذا الموضوع شايف في بالعمل في رزقة حلوة جايتك إما من شغل أنت يعني اشتغلت عليه لك فترة أو أنه ممكن تكون تطور في العمل معين ممكن تكون فرصة جديدة للناس اللي ما عندهم شغل أو حتى للي عندهم شغل فرصة جديدة كتير حلوة عم بتكون عم يوصلك أخبار كتير حلوة عن موضوع له علاقة بدراسة بعثة منحة إذا كنت عم بتفكر بهذا الموضوع عم بتوصلك مثل موافقات أو تطمينات بالنسبة لهذا الموضوع شايفة في نوع من الكارما أو نوع من الجدجمنت رح يصير رح تاخد حقك اللي قلنا في شخص ظلمك في شخص تعدى عليك إن كان على الصعيد العاطفي أو على الصعيد المهني عم تاخد حقك منه وتكون كتير مبسوط ومبهور يعني بالنتيجة غير متوقعة ما كنت تتوقعها لا الوقت ولا المكان ولا الزمان كنت تتوقع إنه تاخد حقك بهاي الطريقة ولكن الحمد لله تاخد بي عم تاخذ حقك وعم بتكون كثير مبسوط عم بشوفك فقدت الامل في شخص معين فقدت الامل في, في شخص كنت معتمد عليه بشكل كبير يمكن هو هذا الشخص نفسه الورقه طلعت مقلوبه فشايفه شوي فقدت الامل او ولكن في انتصار على هذا الشخص هذا بشكل عام الطاقات اللي مبينة أكتريتها في عنا طبعا قوس في ميزان في أبراج هوائية كتيرة في أبراج نارية وفي شوي مائية لا في مائية على الأغلب هذا بشكل عام وشايفه في عمليه او لإلك لا لحدا قريب من عندك عمليه ممكن تكون عمليه تجميل او غير تجميل عم بتمر على خير وعم يتشافى هذا الشخص او عم بيكون في حاله صحيه او انت ممكن تكون في حاله صحيه افضل عم بيصير في تطور لهذا الموضوع اذا برج الميزان بشكل عام ورق حلو شوف من الناحية العاطفية أكثر، أوه. في استشفاء في كان عندك طاقة سلبية في استشفاء رائع يعني هاي الفترة رح يتم في شايفة حب كبير عم بتبلور حب بينك وبين الشخص المقابل في تقارب اكثر في هاي العلاقه عم تتطور اكثر في توضيحات عم بتصير من الطرف الاخر او حتى منك عم بتكشفوا اوراق لبعض او عم بتقربوا من بعض بطريقه كتير جميله عم بيكون بناتكم تواصل روحاني رائع جدا انت وهذا الشخص عم بشوف المناوشات وال النكد اللي كان حاصل المشاكل عم تنتهي لانه الورق الورقه مقلوبه شايفيتك اكثر صرت متاكد من الطرف الاخر رح ياكد لك رح يعني يبعث لك مثل مسجات تطمين شغلات رح تسمع عنه شغلات تطمن كتير من ناحيته من بعد التوتر اللي كان حاصل اللي كان مبين عنا بالورق اللي قبل شوي مبين أه من بعد ما كنت خايف في وراك هون مبين بالصورة زي ما انتم شايفين في وراك وقعة او الكرسي اللي انت قاعد عليه مش ثابت فبما انه طلع مقلوب فعم بيكون العكس المعنى عم بتكون شوي شوي اجرك تثبت شوي شوي العلاقة تكون ثابتة انا شايفيتها ترسيم للعلاقة اكتر شايفة في طرف آخر في طرف ثالث متربص عم بتراقب من بعيد ولكن ما في من وراه شر لأنه عم بشوف هاي العلاقة اللي بينك وبين الشريك عم تتوج زي ما أنتم شايفين هون يعني مثل رح تكبروا سوا مثل رح تكونوا مع بعض طول الوقت عم بشوف كمان في وفرة مالية عندكم في المستقبل فكتير بالنسبة للوضع العاطفي لبرج الميزان كتير حلو هذا الشهر خلينا نشوف عقلك الباطن يا برج الميزان هذا الشهر على شو اكتر شي عم بتركز على شو عم بتكون شاغل بالك اه كتير حلو هون مبين انه عجله الحظ عجله الحظ آه رح تكون معك او ممكن يكون هذا الموضوع مثل بتلف اللفه في كارما رح تحصل عليها في اموال ممكن تحصل عليها كل الشوائب اللي كانت في عقلك الباطن الهواجس المخاوف الاوهام رح شوي شوي تتخلص منها هاي الفتره رح تتلاشى في نهايه الفتره رح تلاقي حالك يعني قاعد فوق عم تضحك على حالك انه انا شو شو كنت عم بفكر يعني شو كنت عم بخاف من شو يعني بتستغرب من نفسك آه فشايفه كرت كتير حلو شوف هون اذا في تحذيرات مثلا لبرج الميزان او واو آه مبين عندي مثل بستان خضر اوراق عم تزهر تزهر ورود شايفه يعني في اشي مثمر عم تعمله اما العلاقه العاطفيه عم بتعطي نتائجها من بعد صبر كبير على الحبيب عم تلقط النتائج تتلقط بالنتائج او انه يكون مشروع انت بلشت فيه قديما وعم واخيرا عم تحصل على النتائج لكن انا شايفه هذا الكرت عاطفي اكثر يعني ممكن يكون العلاقه العاطفيه هي نفسها رح تتطور او رح من بعد ما كانت مثل الورد الدبلاني او كذا رح لا رح يصير في اكشنز بالعلاقه رح يصير في وعود من الطرف الآخر رح يصير في ترسيم ممكن للعلاقة. آها وسطا. بيقول لك الفترة الجاي رح يكون في آه في شخص قريب منك كتير كبير بالعمر. آه، هذا الشخص تقريبا من أبراج خلينا نقول إما ترابية أو نارية ممكن مائية آه، هذا الشخص رح يساعدك كتير بالمشوار بالفترة الجاي ممكن كثير معقول يكون على الصعيد العملي فكون متشبث في هذا الشخص وكون آه خلينا نقول على علاقة طيبة في هذا الشخص لأنه راح يساعدك إما في يعني فرصة عمل جديدة أو بالعمل أو حتى بالعاطفة ممكن يكون هو شخص حكيم أنت بتستعين فيه بكتير أمور. إذا برج الميزان شو يطلع لنا هون؟ واو عم تهتم كتير يا برج الميزان دائما بيطلع لي هذا الكرت لك او شبهه عم بتحاول هاي الفتره تعمل مثل ريلاكسيشن تطلع فاكيشن عم تهتم في حالك اكثر عم بتكون في عمليات تجميل كتير رائعه واهتمام بالبشره او الجسم عم تهتم بمظهرك كتير هاي الفتره وعم بتكون عن جد محط الانظار طبعا كالعاده برج الميزان فعم بتكون محط الأنظار بهاي الفترة خاصة الأشخاص اللي ما عندهم حدا في حياتهم كتير معقول إنه يدخل حياتهم حدا كتير قوي صاحب سلطة شخص مناسب على الصعيد العاطفي أو هو كمعجب أنا بشوفه فهذا الشخص معقول كتير يكون برجه مائي مثلاً فلو لو نوجد هذا الشخص حواليك أعطيه فرصة خلينا نشوف كمان لبرج الميزان آه في موضوع يعني في وفرة مالية في موضوع رح يعطي نتائج وزي ما قلنا قبل شوي هذا تأكيد آه كمان آه ممكن تكون العلاقة العاطفية في ناس كتير رح يفرحوا وفي ناس كتير لا ما راح يفرحوا لكم ابدا بتطور العلاقه او بالزواج او كذا راح يكون في عيون كتير فانتبهوا